فكريه وادبيه في مختلف المجالات، الفن والادب والتاريخ والسياسه، لكتاب صحفيين، وهي صيغه لنقدم الوجه الاخر، الوجه الاكاديمي للصحفي. رائحه الله هو ديواني الشعري الذي انتجته في ضمن ثلاث كتب متتالية، هي ليكن هناك نور وحبل قصير للمشنقة. رائحة الله هو محاولة بحث خاص من طرفي عن صوت شعري يقولني وأقوله. بهذا المعنى أحاول أن أقارب قضايا وجودية كبرى مثل الحب والموت والخير والشر والعدالة في الوجود، ولكن بلغة شعرية يعني كما قال فيها الشاعر الكبير عبد الرفيع الجوهري: إنها تؤتتني كصوت شعري أحاول أن أبصم به مسار الكتابة في الخاصة بالنسبة لي.